احد تطبيقات باسكالز لو 1650 انا قلتها 1680 هاي فكره باسكال انه عندي اذا انا ضغطت هذا الفلويد الاويل اللي موجود هون راح يتكون بريشر والبريشر هذا راح ينتقل بشكل متوازن متساوي في كل الاماكن هذا بيسمح لي اعمل شيء اسمه ميكانيكال ادفانتج اني رفعت الفورس اوكي فاستطعت بفورس منخفضه هون اني احقق فورس مرتفعه هون زي ما احنا بنعمل بالليفر الليفر كمان ماشين مش بنسميها ماشين وبتسمح لي ايش اعمل بفورس منخفضه من هون اقدر احقق فورس مرتفعه هون ايش الثمن اللي بدفعه ما فيش شيء فور ناثينج ايش المسافه فاذا بدي احرك هذا مسافه معينه لازم احرك هذا عدد اضعاف المسافه حتى يصير عندي نفس الشغل فاذا بدي احرك هاي مثلا بدي اعمل شغل معين هون هاي لازم تتحرك بس هاي سمحت لي انه بايدي او بفورس منخفضه من هون اني اقدر احقق فورس مرتفعه هون نفس الشيء هون البريشر عماله بينتقل بهذا السائل حطيت انا فورس معينه هون ايش راح تعمل الفورس اللي حطيت هون راح تعمل بريشر في هذا الليكويد قديش قيمه البريشر اللي بتكون فورس على الاريا اي اريا الافكتيف اريا تبعت السلندر هاي اللي موجوده هون اذا كانه دائري فهي الافكتيف اريا تكون بريشر حسب باسكال هذا البريشر رح يكون متساوي في كل الاماكن بما فيها هون بما فيها هون بما فيها هون بما فيها اللي بيهمني هو السطح هون فصار عندي الفورس اللي طالع من هون من الاوتبوت رح يكون مساوي لنفس البريشر مضروب في مساحه اكبر فلما ضربت البريشر في مساحه اكثر شو تكون عندي فورس اكبر بس الثمن اللي بدفعه نفس الشيء اذا بدي احرك هذا مسافه معينه هون لازم هذا يتحرك عدد اكبر من المسافات والشغل راح يضل نفسه ليش لانه الشغل هو عباره عن المسافه الفورس في المسافه والشغل اللي بيطلع معي هون هو كمان فورس في مسافه فمظبوط انا حققت فورس اعلى بس حتى احقق مسافه هون لازم اعمل مسافه اكبر هون حتى اعمل ديسبيسمنت ازاحه لنفس كميه السائل ماشي واضح كل فاهم هذا مبدا فكره الجاك فكرة الهيدروليك الهاند اوبريتد هيدروليك جاك فهون عندي نفس الفكرة عندي بيستون فعندي اف ان واف اوت عندي اف ان على الاريا 1 اف 1 على الاريا 1 بده يساوي اف 2 على الاريا 2 اذا في شيء لوسز طبعا لسه ما دخلناش باللوسز هلا بنشوف اللوسز فاف على هاي الاريا رح تعطيني بريشر البريشر هذا رح يكون نفس البريشر الموجود هون البريشر نفسه بس اللي اختلف الفورس فصار عندي F1 على A1 بتساوي F2 على A2 هذا اللي بدنا نستفيد منه بالفكرة هاي دي فكرة الـ Hand Operated Hydraulic Jacks هاي مثلا مجموعة منهم هدول هون Integrated الجاك مع اللود السلندر موجودين بنفس اليونت هون فصلوهم عن بعض فهذه البمب هاي الـ Hand Pump من هون وهون بطلع عندي الـ Output Load اللود هاي الجهة رح نسميها اللود وهاي الجهة رح نسميها البامب. البامب هون مش الكتريكال بامب هون هاند بامب مانوال بامب فبناخذ هلا بنشوف الدائرة تبعتها كيف بتشتغل. وهاي بتمكنني اني ارفع لود ما ممكن ارفعها بايدي صعب جدا ارفعها بايدي. بس طبعا بدي اقضي وقت كثير وانا احط الجهد حتى ارفعها المسافة المطلوبة. اذا بتطلع هون هي الدائرة. هاي الدائرة هون عندي هاي الهاند بامب. هلا في عندي كمان ميكانيكال ادفانتج هون. ايش الميكانيكال ادفانتج هون؟ هي البيفت نقطة الارتكاز هي العتلة اللي انا ماسكها اللي بحرك فيها ايش استفدت هون من هاي العملية؟ استطعت اني ارفع الفورس اللي بأثر فيها هون لاني احط فورس اقل موجودة هون هلا هون انسوا المسافات رح نظبط المسافات انا رح احط هذه هون 5 سنتيمتر وراح احط هاي 15 سنتيمتر فصارت كل هاي قديش؟ 20 فراح تصير حتى يكون عندي الفورس هذه في 20 سنتيمتر بدها تساوي الفورس هاي في 5 سنتيمتر، مين لازم تكون اذا اكبر حتى يتساوي؟ اللي مضروب هاي فورس اقل مضروبه في مسافه اكبر بتساوي فورس اكبر مضروبه في مسافه اقل، اذا هون انا استفدت، قديش راح تتضاعف الفورس تبعتي؟ اللي بضغط فيها هذا السلندر اربع مرات ما تقدر تقول ثلاثه اربعه ليش اربعه؟ لانه هذا 20 وهذا 5 5 بالفورس اللي طالع
تساوي 20 بالفورس اللي داخله، فرح تكون اربع مرات. فهيك برفع الفورس اللي عم بضغط فيها على هذا البمب، هاي رح نسميها البمب وهاي رح نسميها اللود اللود سيلندر. هلا لما برفع ايدي من هون ايش عمالي بعمل؟ عمالي بسحب هي التشيك فالف من هون، التشيك فالف رح ينخفض البريشر هون، فرح يطلع رح يطلع الفلويد من هون رح يدخل المنطقه هاي مزبوط. بعدين لما باجي بضغط ايش رح يصير؟ مين رح تسكر؟ رح تسكر التشيك فالف، رح تفتح التشيك فالف الثاني من هون، فهذا هون رح اضغط. بعدين بس اخلص برد مره ثانيه ايش بعمل؟ برفع ايدي، لما برفع ايدي بترد بتسكر هاي وبتفتح هاي من هون، فالفلويد عماله بدخل من هون بوحده من السايكلز بالرفع، لما بدفش من هون عماله بيمشي هون، فعمالي بعبي. لو تركت السيستم زي هيك شو بصير؟ هل بنزل هذا؟ لا. هلا لما بدي اخلص وانزله لاحظوا هذا سنجل اكتنج سلندر من هون، بس فيش سبرينج ريتيرن يرجعه، شو اللي برجعه لتحت؟ ضغط الويت، الويت بنزله، كيف بنزله؟ في عندي هون بليد فالف، بليد معناها بالعربي؟ نزيف ينزف. فهذه البليد فالف بس بتكون مانيولي اوبريتد، بكبسها بتفتح الفالف هذا بتخلي اللود، طبعا بدي انزله شوي شوي عشان ما يصوتش اللود هذا من هون، نفس هاي بس شوي شوي بنزلها، يعني بصير يكبس مرات اذا بتشوف الفني او هذا بيكبس شوي وبرفع، بيكبس شوي وبرفع حتى ينزل السياره مثلا، اذا كان رفع سياره او رفع شيء. هذه هي البليد فالف، فهذا سنجل اكتنج سلندر بس مش سبرينج ريتيرن، الريتيرن تبعه راح يكون عن طريق اللود، اللود اللي عمال برجعه من هناك لهون. اوكي واضح هذا السيستم من هون. هلا كمان انا استفدت ميكانيكال ادفانتج هون، وين المكان الثاني بستفيد ميكانيكال ادفانتج؟ كيف في ميكانيكال ادفانتج ثاني بيسمح لي ارفع اللود الثقيل هذا؟ طلعوا على الرسم. هذا واضح انه ضاعف الفورس تبعتي اربع مرات. الزيت. ايش الزيت؟ مش الزيت، في شيء ثاني. نعم. لايش؟ اريا. اي اريا؟ هاي الاريا بالنسبه لهاي. فالاريا الثنتين هذول بالنسبه لبعض، فراح يتناسب كمان الميكانيكال ادفانتج تبعي مع نسبه الاريز، مش نسبه الدايمترز، نسبه الاريز او مربع نسبه الدايمترز، اوكي؟ لانه الدايمتر حتى احوله لاريا. اوكي ماشي.